الفنانة العظيمة تحية كاريوكا. بصي انا الست دي بموت فيها، بحبها جدا. مين ما بيموتش فيها؟ كل الناس، كل العالم العربي بيحبها بجد. العالم العربي والعالم الاجنبي. تعلمتي منها ايه طيب؟ قولي لي حاجة كده. تعلمت منها الصدق، الاحساس بالغير، خدت منها المشاركة الوجدانية مع الاخر، خدت منها ان اللي ده طعم الجوع مرة لازم يفضل حاسس بيه طول عمره عشان يحس بالناس اللي حواليه. تعلمت منها ان الكفن ملوش جيوب. وان الانسان يمتع اللي حواليه بفلوسه لانه هو ماشي مش هياخد حاجه. لان الدنيا فانيه. ده اللي خدته. حبيبتي مدام رجاء انا بشكرك جدا. يا حياتي. حبيبي قلبي شرفنا نورتينا. وفي ذكرى بسيطة جدا من يلا نغني، حاجة بسيطة جدا هنعبر فيها حبنا ليكي واحترامنا. ميرسي جدا جدا، نورتينا بجد حبيبة قلبي، دي أقل حاجة. وده حاجة كده ذكرى بسيطة مننا، أنت بتستاهلي أكتر بكتير. ركبت الصبح تاكسي بكلم في نفسي، ايه الناس دي كلها، ايه دي كل طلعة نهار، بجد مش هزار، بنشكي لبعض على اللي احنا فيه. مادام كترت عيوبنا وحالنا مش عاجبنا في بعض، ما نفكرش ليه، بلدنا زهقت معايرة وتايه في دايرة، وده اللي وصلنا ليه. حالنا حال في طموحنا بدري بعيان، كلنا بنسأل نفس السؤال، ليه ما بنبصش بعيد. هتتغير حياتنا، فينا الحلو اكتر، ليه في الوحش نفكر، ليه بنبوظ صورتنا. بلدنا احنا اللي فيها ويا نعدي بيها، يا نفضل زي ما احنا. نجيب عيال، كلنا بنسأل نفس السؤال، ليه ما بنبصش بعيد. ليه يا ناس، ليه مش في بالنا من الأساس، يا لما الفاضي ماتش كاس، حتى ده حلو بعيد. احسنتوا احسنتوا، يعني بجد منتهى البساطه، الكلام واللحن والايقاع يعني الرساله واصله. بس ليه سميتوها بساطه؟ ممكن اعرف اسم بساطه؟ اصلا ان آلاتنا كلها زي ما حضرتك منتهى البساطه شايفين، بسيطه، ما فيش ولا سلك ولا كهرباء، كلها آلات خشبيه. برافو. الافكار عندنا بنقول معنى كبير جدا بس باسلوب بسيط بقدمه للناس. حلو. ببساطه.
بس حاجة. المعنى من ورا الكلام مش بسيط. نغومة، انا عارفة انه ايهاب بيلحن، ايه رأيك في ايهاب؟ مش بسيط خالص على فكرة. اكيد خالص. هو لحن لي اخر يعني اخر حاجات نجحالي الحمد لله، يعني زي سبته وعايشة حالة اللي انت بتحبيها. انا بموت فيها. فعشان كده بقول لك ان هو مش بسيط خالص زي ما هو بيدعي يعني. لا هو فنان، ما هي لحن مش بسيط خالص. هي الجمال انه الواحد، انا بقدر اقول انه العبقريه في البساطه. صحيح. قد ما يكون الواحد بسيط بالذات في الفن، يعني في الفن على قد ما الواحد يكون بسيط في الكلام وفي اللحن وفي التوزيع على قد ما بيوصل للناس بسرعه. صحيح. لكن انت ايهاب بما انك لحنت، العمل الجماعي في الفن مهم جدا 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 طبعا. جدا جدا. انا فرحانه جدا لانك انت رغم انك تعاملت كملحن مع ملحنين لكن حافظت على العمل الجماعي اللي انت فيه. هل انت اصريت انك انت تظل مستمر مع المجموعه وكده؟ طبعا. برافو. اصل هو ده ما يتعارضش مع فكره ان انا ملحن. انا اصلا ملحن، انا مش مطرب لكني ملحن. برافو. الملحن ده اقدر اوصل مسج معينه بألحاني. برافو. فيقدر المطرب عشان هو يعني ربنا اداله الملكه دي ان هو يوصل اللي انا نفسي اوصله. حلو، برافو عليك. فطبعا كان شرف كبير ليا ان سيده قديره وعظيمه زي الفنانه انغام انها طبعاً يعني تغني طبعاً حاجه من الحاني. كان طبعا يعني انا بشكرها انها تعاملت معاك والله بجد. حتى هي ما شافت قبل كده الفرقه وسمعت البند قالت لي ايهاب قول لي ايهاب ان انا اجي احضر حفلات. لما جيت قابلنا دايما ادائكوا عظيم في اي حال. قولوا لي بقى، بتحبوا القديم كمان؟ انا بحب اغانيكوا جدا طبعا، كلها يعني كلها مواضيعها جديده وكلها تحفه. وسمعتكم كمان بتغنوا الشيخ امام وتغنوا، تحبوا طبعا تغنوا طبعا. هتسمعونا ايه النهارده القديم؟ احنا بنحب اغنيه لنجاه ساكن قصادي. والله العظيم. امال ايه؟ طبعا يا جماعه انا غا ساكن قصادي. ونجاه مسيطره النهارده. ما حضرتك انا هشرح لحضرتك حاجه. موسيقى عربيه. الله. موسيقى عربيه بس. موسيقى عربيه. موسيقى عربية. انا بحييكم على ده. وموسيقى عربية. وهنا موسيقى عربية. فطبعا فاحنا يعني احنا سبقناكم شوية يا فندم. العفو. احنا تلمذتكم طبعا. تحية لي. I'm gonna make it.
كنت حاسه ان حبه كل ما ده كان بيكبر كان بيكبر هبقى I'm